ظهر النائب راشد الخياري على موجات جوهرة اف ام وكشف انه قرر عدم الامتثال لبطاقة الجلب الصادر عن المحكمة العسكرية لان الخصم هو القاضي حسب رأيه، في اشارة الى ان القائد الاعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية قيس سعيد. وطالب الخياري من القضاء العسكري التخلي عن القضية لصالح القضاء المدني قائلا أنه في المحكمة العسكرية متهم وفي القضاء المدني هو شاهد، واعتبر الخياري أنه لم يمس الجيش الوطني لذلك لا مبرر لعرضه على المحكمة العسكرية. يذكر أن راشد الخياري هو حاليا في حالة فرار من العدالة الآن، وذلك بعد صدور بطاقة جلب ضده من القضاء العسكري في قضية التآمر على أمن الدولة التي تلاحقه. كما أوضح أن المحامين أمتاعه نصحوه بحذف الفيديو المباشر الذي نشره على صفحته بالفيسبوك بعد أن أقر قاضي التحقيق بأنه في تلك الحالة متلبس، قائلا أن رئيس الجمهورية أصدر أمر القبض عليه في تلك الليلة. التناقض في تصريحات راشد الخياري تبين للجميع، حيث قال أنه لم يهاجم المؤسسة العسكرية في الفيديو متاعه، في حين أنه أقر في نفس التصريح أنه قيس سعيد هو القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية، ما أن التهمة الموجهة إليه هي التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، واللي قال في نص الفيديو متاعه بأنه تحصل على وثائق من جهات أجنبية تحديدا أمريكية توضح تمويل أو تلقي حملة الرئيس قيس سعيد لتمويلات من الجانب أو من جهات أمريكية. ويندرج فيديو راشد الخياري وتهجمه على الرئيس قيس سعيد في المعركة التي تخوضها النهضة مع رئاسة الجمهورية، حيث المعارك التي تعجز النهضة عن إدارتها بوجه مكشوف تكلف الأجنحة التابعة لها والباراشوكات بخوضها عوضا عنها، وهو مكلف من طرف حركة النهضة ورشد الغنوشي بترذيل رئيس الجمهورية قيس سعيد. لذلك نرى المساح الحثيثة في البرلمان من كتلة حركة النهضة والحلفائها من أجل خلق ممر آمن لراشد الخياري ليعود لممارسة عمله من جديد، وكأن شيئا لم يكن وكأن البلاد ما فيهاش قانون يحاسب الجميع.